في الحقيقة التهاب السحايا مرض مخيف جدا للأهل والكادر الطبي. لما عم يجينا 30 أو 35 حالة خلال شهر واحد، فعلا في عنا جائحة كبيرة بالمنطقة. هون عنا مشفى الفردوس خلال شهر واحد من بداية الجائحة حتى الآن تم استقبال 35 طفل. قسم منهم طبعا الأغلبية تم تشخيصه هون بالمشفى، وقسم منهم تحول من باقي المشافي، لأنه كمان الجائحة مو بس عنا بالمشفى، في بقية المشافي كمان تعاني من نفس الموضوع. في عنا بعض الصعوبات اللي عم تواجهنا كمشفى. عنا التحليل سائل الدماغ الشوكي، الفحص مباشر موجود، بس لكن للأسف الزرع ما هو موجود. بهمنا ضروري جدا بهاي الجائحة نعرف يكون نتوفر الزرع، نعرف شو هو العامل المسبب، سواء كان الجرثوم، شو هو النوع الجرثوم المسبب، لأنه مهم جدا لناحية وبائية، مهم جدا للعلاج ومدة فترة العلاج ونوع العلاج. أنا أمجود، عمر طفلتي سنة وتسعة شهور. أول شي صار مبلشت معنا أعراض سخونة وقياء، بس ما كنا بنعرف إيش. جبناها على المستشفى قالوا لنا التهابات عادية، ضلت أربعة أيام عم تسخن. لما جبناها أخذوا لها بزل من ظهرها، حللنا وعملنا لها زرع وقالوا لنا صحايا. نحن كتير تفاجأنا لأن هالمرض نحن بنعرفه خطير، بس الدكتور قالنا هي جرثومة من الصحايا. الحمد لله رب العالمين، والأطفال تحسنت. هلا بقي لها ست أيام تطلع من المستشفى، لأني هو الدواء على مدة 14 يوم. يعتبرها الأطباء بداية جائحة خطيرة تجتاح الشمال السوري، منبهين إلى ضرورة تحمل مديرية الصحة الحرة والمنظمات الطبية العاملة على الأرض لمسؤوليتها في كشف أسباب هذه الآفة الخطيرة حسب قولهم. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، مشفى الفردوس، ريف حلب الغربي.